15/2018 مو السنة الجاية اللي بعدها تم تحديد موعد إطلاق فيلم أكوامان الستاند ألون اللي راح يكون بروحه حالة حال وندر وومن وغيره من أبطال شركة دي سي. للعلم أن أكوامان اللي مثل دوره جيسون موما راح يطلع في جاستس ليج متى؟ في 17/11/2017. اتهجم منو من الشخصيات الرياضية في 2016 اكتسبوا أكبر عدد من المتابعين في إنستغرام؟ أنا أقول لكم المركز الثالث نيمار ب 26 مليون متابع، المركز الثاني كان لميسي ب 29 مليون متابع، أما المركز الأول فراح لكريستيانو رونالدو ب 42 مليون متابع جديد في عام 2016. في يوم من الأيام دش غريغ ستون الشخص اللي صور هالصورة هذه وشاف المنظر هذا قدامه وتساءل هل هذه خبزة ولا سفنجة؟ أبيكم أنتوا تحسمون هالموضوع لأن كل العالم الحين قاعد يتساءل بهالسؤال. وأنا يتراوالي إن نفس سالفة قبل كم سنة اللي هو المنفنوف تذكرونه أزرق أسود وذهبي وأبيض نفس السالفة.